محاضرتنا لهذا اليوم الريادة في المؤسسات التربوية، يقدمها لكم معكم الدكتورة هبة توفيق أبو عيادة وزميلي الدكتور أناس عضيبات. نسأل الله أن يبارك في وقتنا وجهدنا وعلمنا، وإن شاء الله أن يطبق على هذا الواقع. أسأل الله لكم الإفادة، وأن يكون هذا علم ينتفع به في ميزان حسناتنا وإياكم. بسم الله المبدئ والمعيد، خالق الزمان المديد، يكوره كيف يشاء، يبلي قديمه الجديد. ثم الصلاة والسلام على العبد النبي محمد الأمي الذي قاد فأبدع وعلم فنفع وعصم بالعلم دين الأمة من التقليد، وحضهم على الانتفاع بكل جديد، وعلى من استنى بسنته من الأطياب والأصحاب، ومعلم الناس الخير والحكمة إلى يوم القيامة. حضورنا الكريم كل باسمه ورتبته وقيمته العلمية والاعتبارية المقدرة، شكر الله لكم حضوركم وجعله من الوقت النافع في ميزان أعمالكم يوم تلقونه. الشكر لكم موصول والعذر لكم مبذول فيما قصرنا به، معترفين بفضلكم بالحضور والتقدير والدعاء والدعم، فنشكر لكم حسن حضوركم. أهلا بكم في مجلس يغبطكم عليه أهل الأرض وتحفكم فيه ملائكة السماء، ويصلي عليكم حتى الحوت في البحر وحتى الوحش في جحره، لأنكم تعلمون الناس الخير. ورشتنا اليوم تقدمها لكم الأكاديمية العربية الدولية، مشكورة على هذه الاستضافة وعلى عقد هذه الورشة. هذه الأكاديمية التي تسعى دوما أن تكون جامعة للأعمال الريادية في البحث العلمي وخلق فضاءات منتجة أكثر رحابة للإبداع والابتكار والتعاون في العالم. موضوع دورتنا إن شاء الله أو ورشتنا العلمية اللي سوف يتم عقدها اليوم خفيفة لطيفة، موضوع شيق وحديث الساعة وتم إسقاطه على الناحية التربوية، يهم المؤسسات التربوية، الريادة في المؤسسات التربوية. سأتناول أنا وزميلي الدكتور أنس عدة محاور في هذه الورشة. أولاً، التطور التاريخي للريادة ومفهوم الريادة وتطور الاهتمام بالريادة التربوية وأهمية الريادة التربوية، وسنستعرض دور حاضنات الأعمال في تحقيق الريادة ونقارنها بإذن الله تعالى مع مسرعات الأعمال. نسأل الله أن يبارك في الوقت لنستطيع أن نغطي كافة محاور ورشتنا لهذا اليوم. في البداية رح نتطرق لمفهوم التطور التاريخي للريادة التربوية وكيف بدأت الريادة التربوية. حتى عام 1979 ميلادي لم تحظى الأبحاث في مجال ريادة الأعمال باهتمام كبير، وكانت مجزأة، وكان التركيز الاقتصاديين على الشركات الكبيرة أقوى محرك للتقدم والرفعة في العمل الاقتصادي. وسلط ديفيد بيريش الضوء في عام 1979 لأول مرة على دور ريادة الأعمال في خلق وظائف جديدة، كما تفضل زميلي الآن قال كان الدور الأكبر على الموارد الاقتصادية، موارد اقتصادية لجناية أرباح فقط، لم يكن هناك أي تفكير في الريادة أو تحسين وتطوير الأعمال والمشاريع الأعمال. وقد اجتذب تقرير واهتمام المسؤولين لتحقيق قدرة تنافسية، فبدأ الاستثمار برأس المال الفكري في العقول البشرية في الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، واهتم الباحثون بإجراء أبحاث تطبيقية بالتعاون مع الصناعة والحكومة. ولكن للأسف كان أيضا التركيز على هذا كله لتحقيق أرباح فقط. كان من الصعب على الجامعات تسجيل براءات اختراع لنتائج البحوث الممولة من القطاع العام، وذلك بسبب التشريعات آنذاك، لأن هناك كان هناك تشريعات تعليمات عام 1980 مجحفة بحق تسجيل براءات الاختراع خصوصا للجامعات والمشاريع الريادية الجامعية. وفي محاولة لتحفيز الابتكار في الشركات المحاربة والشركات المنافسة المتزايدة من قبل الشركات اليابانية، أقر الكونغرس الأمريكي قانون أي دول في عام 1980 لريادة الأعمال وتسجيل الأعمال الريادية. الآن سنستعرض هذا قانون بي دول
ما هي النصوص أو ما هي الأشياء التي سمح بها؟ سمح قانون بيدول للجامعات أولاً بتسويق الأبحاث الممولة، بدل أن تكون جامعاتنا مقبرة للأبحاث، جميع الأفكار والمشاريع التي يطرحها الطلبة تبقى فقط للدرجات وتندثر في داخل الجامعات، هنا أتاح الفرصة لتسويق الأبحاث لمؤسسات المجتمع المحلي كي تطبق على أرض الواقع، وقلل التركيز على البحوث الأساسية البحوث النظرية، وبدأ بالاهتمام بالبحوث التطويرية، كيف نخدم مجتمعاتنا، كيف نطور أفكارنا، كيف نحققها على أرض الواقع، والتركيز على تشريع قوانين للاهتمام العالمي بريادة الأعمال. ومنح الجامعات الحق في امتلاك الملكية الفكرية، وهذه أهم نقطة، أن كل شخص صاحب فكرة ينسب له حقه في هذه الملكية، وتكون حق لهذا الشخص وتسمى باسمه. وفي الوقت الحاضر تعد ريادة الأعمال واحدة من أهم وأكثر الموضوعات استثماراً في جميع أنحاء العالم، مع الكثير من المواد المعنية، سواء كان أشخاص، بنية تحتية، مال، وقت، جهد، وذلك كله للتعاون لإنجاح فكرة الريادة. ركزت الدول على موضوع ريادة الأعمال خصوصاً عام 1985، وذلك بالتركيز على المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة والمعلمين وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، ولتعليم كيفية تعليم ريادة الأعمال، وأكثر تركيزاً أين أقوم بعملية تعليم ريادة الأعمال، وما هي المؤسسات المقصودة لتعليم ريادة الأعمال وغرس ثقافة ريادة الأعمال، والعمل على إعداد ورش جامعية لتدريس ريادة الأعمال، كون ريادة الأعمال ليست حصرية فقط على التخصصات الاقتصادية فقط، بل هي مناسبة لجميع التخصصات الجامعية. وفي عام 2008 تم تقديم 5000 ورشة تدريبية في مؤسسات مختلفة مدتها سنتين 4 سنوات، فقط لتعليم وتأسيس والتركيز على ريادة الأعمال، كي تصبح نهج للأفراد للانطلاق في مشاريع ريادية تخدم المجتمعات بناء على احتياجات سوق العمل. في عام 2013 أخذ ما يقارب 400,000 طالب دروساً جامعية حول ريادة الأعمال. أصبح المشروع البحثي ممكناً بفضل منحة بقيمة 1.5 مليون دولار. نشأت ريادة الأعمال لا تنحصر في استقصاء تاريخي لكلمة، أنا ما بقدر أحصر كلمة ريادة الأعمال في كلمة معينة في تخصص معين، إذ أن كلمات مثل رائد أعمال أو الرواد كانت موجودة منذ قرون طوال. إذا مفهوم ريادة الأعمال مفهوم قديم، ولكن الفهم الخاطئ له أو عدم توظيفه بالشكل الصحيح هو الذي كان عائق في إبراز هذا المفهوم. ولكنها اشتغال على جينولوجيا جرة أنساب وأصل المفهوم بذاته، تكون مفهوم ريادة الأعمال. إذن هدفت النظم المرافقة لتدريس الريادة واستثمارها في المنظمات الحديثة بهدف الارتقاء بكفاءة الأعمال، يعني نحن لا نريد إجراء أعمال عادية، نحن نهتم الآن بكفاءة وفاعلية وجودة المنتجات، نريد منتجات ذات جودة، ذات تأثير، ذات تقدم خدمات متميزة للأفراد. وتواجه منظمات القرن 21 بيئة متغيرة، فلا ثابتة في عصرنا إلا التغيير، وأصبح نجاحها واستمراريتها وبقائها في بيئة تنافسية سريعة التقلب يتطلب أولاً إبداع مستمر، تغيير فعال، تطوير شامل، وقيمة مضافة، وميزة تنافسية استراتيجياً، وصولاً إلى التميز والريادة. إذن الريادة في الأصل ذات نشأة اقتصادية، هذا موضوع لا يمكن الخلاف فيه، أن نشأة ريادة الأعمال، مفهوم ريادة الأعمال ذو أصول اقتصادية، ومن المعيب ألا نسقطها على الناحية التربوية، كون المؤسسات التربوية والعمل التربوي عمل مهم لدينا لاحتضان الأفكار الإبداعية والابتكارية وتوجيهها في العمل التربوي، ولذلك نحن بحاجة للريادة في مجال التعليم. من الضروري توظيف ريادة الأعمال في مجال التعليم، وبالأخص في العملية التربوية، سواء كانت في المرحلة المدرسية أم المرحلة الجامعية.
ومن هنا أضم صوتي لصوت الدكتور أن التركيز يجب علينا أن تكون مؤسساتنا التربوية من المراحل الأولى الابتدائية بل الرياض الأطفال والجامعات أن تركز على الريادة، فنحن نستثمر بعقول الطلبة، نحفزهم نشجعهم، إذا بدأنا بتركيز على الطلبة منذ المراحل الأولى فهذا يؤدي إلى النجاح. ومن هنا نكون قد اختتمنا المحور الأول من محاورنا بفضل الله تعالى. ننتقل الآن إلى المحور الثاني من محاور ورشتنا التدريبية بمفهوم ريادة التربوية، وفي هذا المجال نستعرض أولا مفهومين أساسيين لريادة الأعمال، وركزت أنا وزميلي أن تكون هذه المفاهيم خلال هذا العام الذي نعيشه عام 2020. أول تعريف أو أول مفهوم للريادة كما عرفها حجازي وآخرون بأنها إجراءات إيجاد شيء مختلف ذي قيمة من خلال تكريس وقت وجهد لازمين لذلك، مع افتراض المخاطرة المصاحبة لذلك سواء كانت مالية، اجتماعية، نفسية، للحصول على مكتسبات كانت مالية أو تحقيق رضا فردي للشخص. وعرفها إخضرات بأنها مجموعة مهارات إدارية إبداعية، يعني هنا نركز على الإبداع، على المخاطرة، سواء كانت على مستوى مبادرة فردية أو جماعية موجهة لاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وربطها بقرار بمستوى معين من المخاطرة وعدم التأكد. فمن لا يملك الجرأة لبداية مشروعه سيبقى طوال عمره صاحب فكرة وليس صاحب مشروع. وأيضا قامت عبد الفتاح بتعريف ريادة التربوية على أنها مجموعة من الإجراءات اللازمة لإيجاد شيء جديد ذو قيمة من خلال تكريس الوقت والجهد اللازمين. لذلك إذن المفهوم الريادة التربوية وريادة الأعمال يتطلب منا كأشخاص وقت جهد مع الأخذ في الاعتبار المخاطرة المحسوبة. نحن لا ننكر أن مفهوم ريادة الأعمال والقيام بالعمل الريادي يحتاج إلى مخاطرة، يحتاج إلى جرأة، هي فكرة مجنونة، هي فكرة خارج الصندوق، لذلك تحتاج من الشخص المخاطرة وروح المخاطرة. لذلك الحصول على مكتسبات مادية أو تحقيق الرضا الفردي بهدف الوصول إلى هيئة قادرة على دعم الابتكارات بشكل نظامي ومستمر. وأيضا قمت أنا وزميلتي الدكتورة هبة في كتابنا الأخير التفكير الإبداعي والابتكاري لتحقيق ريادة الأعمال الذي صدر أخيرا ولاقى رواج والحمد لله، للحديث عن تعريف الريادة التربوية. هي عبارة عن عملية استراتيجية موجهة شاملة ومتكاملة ومنظمة وموجهة من أجل تحقيق ميزة تنافسية ذات قيمة مضافة لتحقيق إنتاجية عالية وتقديم خدمات مميزة تختلف عن الخدمات التقليدية. وباستعراض هذه المفاهيم قمنا باستخلاص و صياغة هذا المفهوم بشكل سلس حتى تصل الصورة بطريقة واضحة للجميع. تعرف الريادة التربوية بأنها مجموعة إجراءات داخل البيئة التعليمية سواء كانت للمعلم أو المشرف أو عضو هيئة التدريس من أجل إيجاد بيئة تعليمية ريادية جديدة محفزة ومشجعة يحقق فيها يحقق رغبات المتعلمين ويحقق قيمة مضافة إلى المعرفة والمعلومات بهدف تقييم شيء مميز. كيف ذلك؟ من خلال تنوع في الطرق، تنوع في استراتيجيات التدريس، تنوع في الاستراتيجيات والإجراءات والتقويم المستمر. التقويم ليس بهدف تصيد الأخطاء ولكن التقويم للتحسين والتصويب. فنحن نتعرف على نقاط القوة لندعمها ونعززها ونشجعها كأنموذج لبقية الأفراد، ونقاط الضعف للوقوف على حلها ومساندتها والأخذ بيدها حتى نحسن ونطور ونعالج هذه الأخطاء واستثمار الفرص على أكمل وجه وتجاوز التحديات بأقل الأزمات حتى نحصل على نوعية معرفة وليس كم. فنحن هنا نركز على النوعية وليس على الكم. فكم من خريجينا للأسف لا تطابق احتياجات السوق العمل، كم منهم ليس لديه مهارات ولا خبرات ولا معارف، يكون يتخبط، لا يمكن هذا، لا يمتلك المهارات الأساسية التي يحتاجها العمل، أو لا يكون أصلاً تخصصه يوافق التخصصات المطلوبة في المجتمع. نحن نركز أن تكون هذه التخصصات جميعاً الجامعات تخرج
تخرج احتياجات تواكب سوق العمل، تواكب احتياجات المجتمع، حتى تكون تسعى وترفع وتنهض بهذا المجتمع. قبل ما أستأنف في السلايد النظري الموجود، رداً على أحد الاستفسارات الموجودة على الدردشة بخصوص ضرورة يحتاجون إلى تطبيق عملي وليس إطار نظري، إجابة البسيطة، أنا كنت سوف أفتح المجال بعد انتهاء السلايدات، ولكن إذا إحنا ما كان عندنا أساس نظري نستند عليه في مفهوم الريادة ونعرف شو هي مفهوم الريادة، أساسها اللمحة التاريخية تبعيتها، الأهداف الخاصة بالعمل الريادي، ما الفائدة من أن أشوف أمثلة عملية دون ما أكون عارف الأساس النظري؟ إحنا أكيد الأغلب الحضور مع الاحترام الشديد للمكان العلمية والأكاديمية له دارس مرحلة جامعية وبيعرف من الأساس النظري شيء أساسي لنجاح أي عملي أنا بقوم فيه. فإحنا إن شاء الله مشكورة المركز الدولي لعقد هذه الدورة، هي سوف تكون إن شاء الله دورة تعريفية بمفهوم ريادة العمل من الناحية النظرية، وسوف يتم أيضا عقد دورات لاحقة يوجد فيها ممارسات عملية أمثلة من الواقع لقصص نجاح من A to Z، من لما بلش مشروع الريادي سواء كان في الجامعة أو في المدرسة. قمت أنا وزميلتي دكتورة هبة في إعداد أكثر من فيديو لقصص نجاح منذ نشأة الفكرة عند الشخص الجامعي أو الشخص العادي، خلينا نحكي مش تكون حصل على الشخص الجامعي أو طالب المدرسة أو معلم المدرسة، وصولا إلى حاضنات الأعمال واحتضان هذه الفكرة وحتى أصبحت مشروع ربحي يدر عليه. ولكن الكل يعرف إنه إحنا بحاجة إلى المفهوم النظري حتى تكون أنا ثقافة نظرية في البداية. من الصعب أنا أبلش أعطيك فيديوهات تكون عارف أنت الأسس تبعيت المفهوم الريادي، كيف تكون عندك ريادة الأعمال، ما المقصود بريادة الأعمال؟ نجاح العمل أنا بالنسبة لي كان المفهوم النظري يحتاج إلى أساس نظري. أكيد إحنا بحاجة لأمثلة واقعية حتى تعزز المفهوم، ومشكورة مرة أخرى أيضا الأكاديمية الدولية أو المركز الدولي، سوف نقوم بإن شاء الله عقد ورش نستعرض فيها الفيديوهات من A to Z الفكرة الريادية. هذه فقط توضيح سريع للشخص اللي لفتني سؤاله على الدردشة. الآن بالنسبة للابتكار، يعتبر عامل الابتكار من عناصر ريادة الأعمال الأساسية لنجاح رائد الأعمال، ويجعله يستغل الفرص المتاحة ويتغلب على التهديدات والمخاطر التي تواجهه. أيضا من عناصر ريادة الأعمال أنه شخص يكون عنده مخاطرة، روح المخاطرة. عندما تقول تعريف ريادة الأعمال فلا بد أن نذكر جانب المجازفة والمخاطرة من قبل الشخص الريادي، فهما عاملان مرتبطان ببعضهما البعض، والعامل الحقيقي الذي يجعل المشاريع الريادية تنطلق وتنجح هو المخاطرة والخروج عن المألوف، تفكير خارج الصندوق، خارج عنق الزجاجة. المفهوم أو المصطلح اللي نحب نسمعه إحنا دائماً هو شيء أساسي لنجاح العمل الريادي. إذا الشخص ما كان عنده مجازفة رح يبقى شخص تقليدي. الرؤية البصيرة التي تكون لدى رائد الأعمال، ما هي الاحتمالات التي يمكن أن يواجهها مستقبلاً، وكيف يمكن أن يتغلب على التهديدات التي ستظهر مستقبلاً، إضافة تساهم الرؤية ببناء الثقافة التي سيكون عليها المشروع الريادي. وأيضاً من عناصر العمل الريادي التنظيم، تحقيق التوافق بين المهمات التي يجب تحقيقها في الوقت المناسب وإدارة الموظفين والتواصل معهم بشكل منتظم، وفرز كل عنصر من عناصر ريادة الأعمال حتى يتمكن المشروع من تحقيق نتائج سريعة وفعلية في الوقت المناسب. ننتقل الآن إلى مميزات ريادة الأعمال. كيف أنا أكون صاحب فكرة؟ لدينا الكثير من الأفكار، ولكن كيف أؤمن بهذه الفكرة؟ كيف أحول هذه الفكرة إلى مشروع يخدم مجتمعي؟ مشروع على أرض الواقع، مشروع أؤمن به حتى يتحقق ويرى النور. أول خطوة عملية كي يتحول فكرتك إلى مشروع، أولاً إتقان رؤية الاحتمالات والأفكار في كل مكان. عندما تقرر أن تصبح رائد أعمال فهذا يعني أنك لديك فكرة. من المستحيل أن أقول أن ولا يمكن أصير رائد أعمال، هاي القطار فاتني، أنا مش ممكن أكون مثلهم، أنا وأنا. لا، كل شخص بإمكانه أن يكون ريادي إذا آمن بقدراته، كل شخص بإمكانه أن ينتقل إلى أن يكون ريادي إذا انتقل من الخطبة أنا لدي أفكار أنا. لا، نحن لا نريد خطبة، نحن نريد خطوة عملية على أرض الواقع. أنا كيف أحول هذه الفكرة
التي استفزتني أو شجعتني أو لمحت في خاطري حتى أحولها، هي الدافع الأساسي أن أكون لدي صاحب فكرة وأؤمن بهذه الفكرة حتى أنطلق منها كخطوة أساسية إلى الخطوة الأخيرة، وأن يكون لدي مجموعة من العناصر، سواء كان آمنت بهذه الفكرة يجب أن أبحث على تمويل، أبحث عن مدربين، أبحث عن أشخاص خاضوا هذه الفكرة، عن ما الشيء المتميز أو الشيء الجديد الذي سيميز هذه الفكرة أو هذا المشروع عن المشاريع أو الأفكار المختلفة في ريادة الأعمال، ما الشيء المميز في مشروعي الذي سيميزه على أرض الواقع. ثم ننتقل إلى التمويل. من المستحيل أن أبدأ مشروع بدون تمويل، يعني الآن أخذنا المادة النظرية وارتكزنا عليها كقاعدة أساسات، ولا يمكن أن تقوم ببناء منزل، بيت، أي شيء بدون أساسات، والعلم هي الأساس الذي يتسلح به بناء المشروع. فأنت أولاً تكون صاحب أفكار، لديك فكرة كبيرة عن الريادة، ثم تقوم الانطلاق بفكرتك، الإيمان بها وتحقيق رؤية. ننتقل الآن إلى التمويل. من أين سأكون لدي هذا تمويل هذا المشروع؟ من أين سأحصل على، هل لدي مخزون مالي، رصيد مدخر يعني أنطلق به؟ هل لدي دعم من العائلة، من الأصدقاء؟ هل سأضطر إلى بنك؟ هل لدي حاضنة جامعية أو مسرعة أعمال أستند إليها؟ ثم ننطلق إلى الراحة في أوقات العمل. يعني الحمد لله طبقنا المشروع على أرض الواقع وفق خطوات استراتيجية مرنة وشاملة ومتكاملة. ننطلق الآن إلى كيف أنا أقوم بدعم ومتابعة هذا المشروع حتى يصبح أكثر تميزاً، وذلك بالتركيز على النتائج أكثر من الساعات. في بداية المشروع قد تصل ليلك بنهارك، ولكن في نهاية المشروع أو في نجاح المشروع أو تطبيقه سيكون هناك استمتاع، لذة الوصول إلى الشيء، لذة النجاح، لذة الريادة. وستطمح، لن تكتفي بمحليا ولا وطنيا، سيكون سقفك السماء، ستطمح دوما للريادة العالمية، ستتمنى دوما أن تستمتع بالتطوير والسهر لأجل تطوير مشروعك، لأجل تحفيز الأفراد، لكي تكون أنت وفريقك في تطور مستمر وتحسين للفكرة. إذن أولا يكون لدينا فكرة نؤمن بها، نطبقها على أرض الواقع، ندعم الفريق ونحسن ونطور. فمن لا يتطور ينقرض، ومن لا يتقدم يتقادم. تطور الاهتمام بريادة الأعمال. لقد لقي تطور الاهتمام بريادة الأعمال بالتعليم الريادي يهتم بغرس مجموعة من الأمور عند الشخص الريادي. أولاً المهارات والصفات الريادية، وأيضاً أنا من الشخص اللي بحب أتابع الدردشات خلال أي عرض أقوم فيه أنا وزميلتي، الأشخاص الذين يجد لديهم استفسار بخص مهارات معينة لا يمتلكها سوف نقوم إن شاء الله بالإجابة عليها وكيفية تطويرها عند الشخص الطموح أو الشخص الريادي. العمل في روح الفريق، لأن العمل الريادي يحتاج إلى تيم معين يقوم بتأسيسه الشخص الريادي حتى يقوم بإنجاح العمل الخاص فيه، خصوصا لما يوصل عمله لحاضنة الأعمال وتقوم بعملية تطويره. القدرة على التفكير بشكل خلاق، العمل الريادي والتفكير بصورة ريادية وبصورة إبداعية يحتاج إلى فكرة غير تقليدية، هو الشيء الذي يميزك أنت كشخص ريادي عن باقي الأعمال. إدارة المخاطر والتعامل مع المجهول. نعم أنا حكيت إنه في عندي ريسك عالي، رح يكون نسبة المخاطرة عالية، ولكن أيضا أنا أكون في عندي دراسة، في عندي إطار نظري، في عندي قاعدة نظرية، أقوم بوضع خطط. طبعا أكيد في الأمام رح نقوم أنا وزميلتي بشرح إنه حاضنات الأعمال واجبتها، هناك واجبات تقوم بدراسة نسبة الخطر التي سوف تواجهك أنت كشخص ريادي وحساب نسبة هذه الخطر والخطط البديلة لمواجهة نسبة الخطر وكيفية إدارة المخاطر والتعامل مع المجهول في العمل الريادي. ويعد التعليم الريادي من أبرز التجارب الناجحة في التعليم العالي خلال العقود الماضية، فقد كانت الفكرة كما ذكرنا في البداية حتى عام 1970 كانت مجهولة، وكانت عبارة عن مبادرات فردية وجزئية، واستمرت الفكرة بالتطوير والتحسين
الاستمرار، فاليوم نجد أعداد كبيرة من الطلبة في جميع أنحاء العالم يهتم وينطلق ويبحث ويعني يستزيد دوما من فكرة الريادة والبحث عنها وكيفية إقامة مشاريع. وهذا ما أخذته على عاتقي أنا وزميلي بنشر فكرة الريادة وتعليمها بالتزامن مع الأسبوع العالمي للريادة، حيث قمنا بعرض هذه الورشة التدريبية في 7 دول مختلفة، والحمد لله نعد الآن هذه الورشة 8 بفضل الله تعالى بوجودكم وحضوركم المتميز من شتى بقاع الأرض الذي جمعنا شبكة الإنترنت وجعلتنا قرية صغيرة. فسعينا ونسعى ونستمر إن شاء الله لإيصال رسالتنا للجميع، ليبدأ كل شخص ليحول فكرته إلى مشروع ريادي على أرض الواقع. ومن هنا كانت انطلاقة التعليم الريادي في المجتمعات التعليمية، حيث قام صناع القرار في الدول المتقدمة بتسجيل وتطوير برامج ريادة الأعمال في المؤسسات التعليمية لما لها من أثر إيجابي على معدلات التوظيف والابتكار، وكذلك لمواجهة الطلب المتزايد من الطلاب على التعليم العالي وتلبية احتياجاتهم ومصالحهم وربط المؤسسات التعليمية ببيئتها المتغيرة. الآن كما تعلمون أن في التعليم الجامعي الجميع قادر الحصول على الشهادة الجامعية، ولكن المصيبة الكبرى بعد انتهاء التعليم الجامعي البحث عن فرصة عمل، ولذلك غرس الثقافة الريادية في المرحلة الجامعية شيء أساسي، شيء مهم، حتى يصبح هناك ثقافة ريادية والشخص لا يكون أو نحن كن مستند فقط على المسمى الوظيفي أنا أحمل شهادة جامعية. لا، أقوم أنا هنا أولا في إلغاء ثقافة العيب عند الشخص الجامعي أو الخريج الجامعي بتطوير أفكار الموجودة عنده، بتبني أفكاره بغض النظر عن نوع الفكرة. دور العمل الريادي أن لا أستهين بأي فكرة، ممكن الفكرة تكون بسيطة ولكن بتطوير هذه الفكرة، ودور حاضنات الأعمال ودور التعليم الريادي الجامعي في تطوير هذه الفكرة وتحسينها حتى يكون هناك مشروع استثماري ويكون عنصر فاعل في المجتمع، لا ينتظر خلينا نحكي الوظيفة فقط على أساس مسمى الجامعي. في عام 2009 أكدت اليونسكو في بيان المؤتمر العالمي لعام 2009 حول التعليم العالي أن التدريب الذي تقدمه مؤسسات التعليم العالي يجب أن يكون استجابة لتوقعات احتياجات المجتمع، وهذا يشمل تشجيع بحوث تطوير التكنولوجيا الجديدة واستخدامها والتعليم التقني والمهني والتعليم الريادي وبرامج التعلم مدى الحياة والتنمية المهنية التي تقوم فيها مشكورة دائما وزارات التربية والتعليم لتنمية المعلمين حتى يكونوا قادرين على تطوير طلابنا ودعم طلابنا وإخراج جيل ريادي ذو ثقافة ريادية. كما أوصت منظمة العمل بضرورة السعي المستمر الدؤوب لتنمية الاتجاهات الريادية من خلال برامج التعليم الريادي والتدريب المرتبط بالوظيفة لتحقيق نمو اقتصادي. يعني نحن نريد مشروع ونريد تطبيقه، ولكن أيضا يجب أن يكون منه مردود مالي، يجب أن يحرك عجلة الاقتصاد وينمي ويكون يعني هذا المشروع عبارة عن تنمية اقتصادية ومساعدة لأبناء مجتمعنا، فيجب أن يكون من احتياجات المجتمع. فبدأ الاهتمام بالتعليم الريادي، وذلك ضمن تقرير بعنوان تعليم الموجه لرواد الأعمال بإظهار العلاقة الإيجابية بين ريادة الأعمال والتعليم، وكيف نطور رأس المال البشري لبناء مستقبل مجتمعات، مستقبل زاهر، مستقبل منتج للمعرفة. نحن لا نريد أن نكون مستهلكين للمعرفة، مجرد أشخاص، مجرد نسق. نحن نريد أن يكون كل شخص في هذا المجتمع، كل شخص، كل فرد يكون صاحب بصمة، صاحب مشروع، صاحب إضافة. ففي العصر الحالي أصبح تعزيز ريادة الأعمال مطلب اجتماعي واقتصادي متعدد المستويات، فهو وسيلة رائعة وكبيرة ومشجعة للأفراد على توليد قيمة مضافة اجتماعية واقتصادية ونفسية، ويستفيد منها المجتمع ككل. وهذا يفسر اهتمام السياسيين والأكاديميين والمهنيين والباحثين كخط أول لحل لدعم الريادة وحل المشكلات الراهنة وإكساب سلوكيات ريادية للأفراد. الريادة ليست حكراً على تخصص واحد، ليست حكراً على أفراد محددين، جميعنا نستطيع أن نكون رواد أعمال إذا آمنا بأفكارنا.
إذا انطلق كل شخص بفكرته بإيمانه بها يمكنها أن تكون شخص ريادي. وكما ذكرنا ليست حكرا على الجانب الصحي أو جانب التعليم أو ولكن نحن نقول مؤسساتنا التربوية هي مصنعة الأجيال، هي معدة الأفراد، هي المؤسسة الأولى والخطوة الأولى للإصلاح في مجتمعنا، في تغيير ثقافة الأفراد أن لا ينتظر الوظيفة أن يكون الشخص هو بيده يشارك في حل مشكلات المجتمع. تصبح ثقافة تغيير، ثقافة ريادة، ثقافة تحسين وتطوير وتحفيز أساليب تفكير ريادية، أفكار إبداعية، وكيفية تحويل هذه الأفكار إلى اختراعات، إلى مشاريع، إلى تجارب ناجحة نفتخر بها ونفتخر دوما بأبناء بلادنا وبمجتمعاتنا من خلال إتاحة الفرصة لهم وفتح آفاق جديدة وإدارة المعرفة لنكون أشخاصا منتجين للمعرفة ولسنا مستهلكين. هناك أهمية الريادة التربوية بشكل عام وبشكل أخص على المؤسسات التربوية. اتضح لصناع القرار في الدول المتقدمة أن هناك دور مهم للمشروعات الصغيرة الريادية في النظام الاقتصادي، فهي تمثل إحدى القوى الدافعة لانبعاث النهضة الاقتصادية الجديدة، حيث أن ريادة الأعمال تقوم على الابتكار والتغيير الذي يؤدي إلى الانتاجية والقدرة الاقتصادية التنافسية، لذلك فهي محرك النمو الاقتصادي للدولة. وتتمحور أهمية الريادة في العملية التربوية في مجموعة من الأمور: أولاً، إكساب الطلبة والمتعلمين والمتدربين سمات ومهارات السلوك الريادي، إبراز تاريخ تعليم ريادة الأعمال في العالم وتعزيز مهارة ريادة الأعمال لدى الطلبة سواء كان في المرحلة المدرسية أو في المرحلة الجامعية، تفعيل البرامج التعليمية والتدريبية لتنمية وتطوير المهارات المرتبطة بالريادة. من الضروري إيجاد برامج تعليمية تدريبية بغض النظر زي ما تفضلنا في المرحلة المدرسية أو المرحلة الجامعية من أجل أفعل العملية التدريبية، إيجاد مقرر لريادة الأعمال. ولا أتوقع الآن أغلب الجامعات هناك مقرر لمادة ريادة الأعمال يتم تدريسه مادة إجبارية لأغلب التخصصات. استثمار دور التعليم القائم على التحليل وحل المشكلات بالأساليب الإبداعية وتشجيع التفكير الناقد والموحص في تنمية الريادة، دور مهم في المجتمع في تحقيق مستويات عالية من تنمية السمات الريادية لدى الشباب والجيل الناشئ لتحمل المسؤولية ويكون شخص واعي ذو مسؤولية قادر على أن يكون صاحب فكرة ريادية ومشروع مستقل. وهذا الواقع الريادي بطبيعته يشمل الإبداع والابتكار والمخاطرة والتخطيط وإدارة المشاريع، فكما تفضل الدكتور الآن قال هي مرحلة يجب أن تبدأ من المراحل الأولى. لا يمكن أن نقول أن الريادة فقط للجامعيين أو الأساتذة الجامعات أو الخريجين أو لا، قلنا هي ليست حكر على أحد، أن الريادة يجب أن تأخذ من المراحل الأولى. يعني هل من المعقول لطالب في معهد رياضي الأطفال أن أعلمه كيف يكون صاحب مشروع ريادي؟ نعم، يجب أن تغرس من المرحلة الأولى، من المراحل الأولى لتشجيع الطفل على البحث، على الانطلاق بفكرة، على الإيمان بفكرة وتطبيقها. لا نكون أصحاب أفكار بل أصحاب مشاريع. عندما يجبل ويعجن ويغرس في الطفل من المراحل الأولى أنه قادر على إنتاج الأفكار، أنه قادر على الإبداع، على الابتكار، على إضافة شيء جديد، عندما يؤمن بنفسه يستطيع تحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية، يعتبر داعماً أساسياً ليس فقط في المجتمع ولكن أيضاً في المنزل، في العائلة، في المدرسة، في كل مكان يكون هو صاحب مشروع وصاحب فكرة وصاحب هدف يسعى دوماً لتحقيقه. فالشخص الذي لا يخطط في حياته بالتأكيد سيكون جزء من خطط الآخر. فنحن نركز أن يسعى الشخص أو الفرد أو الطفل أو الجامعي أو أي فرد في المجتمع ليؤمن بأفكاره، ليطلق العنان في الإبداع والابتكار والمخاطرة والتخطيط لتحقيق هذه الأهداف، ثم يساهم أيضاً في نشر وعي الأفراد للإيمان بأفكارهم وإعطائهم قدرة أكبر على رصد الفرص السوقية واقتناسها، وتهيئة الأفراد في المجتمع ليكونوا رياديين في المجال الاقتصادي، مما يساعد ويساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتنمية الاقتصاد المجتمعي.
وتكمن أهمية الريادة التربوية في دور الجامعات والمؤسسات التعليمية بشكل عام، وهو الاهتمام بتعليم ريادة الأعمال. له تأثير مهم في إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة، وقدرته في توجيه الطلبة نحو العمل الحر من خلال ربطهم بسوق العمل بشكل مباشر، وعدم انتظار الوظيفة التقليدية المرتبطة بالشهادة الجامعية. إكسابهم روح المبادرة والقدرة على إنشاء المشروعات الصغيرة التي من الممكن أن تتطور في المستقبل وتصبح مشاريع كبيرة، وتوجد فرص تشغيلية لزملاء آخرين لهم. دور مهم على تحويل الأفكار الريادية التي لديهم أو التي تدور في مخيلتهم إلى واقع أو حيز التطبيق. لذا يجب الاهتمام بتعليم ريادة الأعمال في الجامعات والمؤسسات التعليمية والتربوية على درجة كبيرة لتخريج الكوادر المؤهلة الكفؤة والقادرة على نقل الأفكار. إذن نلخص الآن أو نجمل أهمية الريادة في هذا الشكل التالي. أولاً والأساس في الريادة التربوية هي التطوير والتغيير. يجب أن لا نقبل أن نكون عاديين أو روتينيين أو نقبل بما هو موجود. فالشخص الروتيني أو الشخص العادي أو الشخص سيبقى عادياً وروتينياً طيلة عمره. يجب أن ينطلق ويخاطر ويبدأ في هذا المشروع لسعيه المستمر للتطوير والتغيير والتحقيق ما يأمل به من أفكار وتفعيلها لتحقيق التطوير والتقدم للمجتمع الذي وجدت فيه لخدمته ومساعدته وتنميته الشاملة. ثم نتحول في جامعاتنا ومؤسساتنا التربوية لجامعات منتجة للمعرفة، وهو تحويل الجامعات الجيل الثالث إلى جامعات تهدف إلى تخريج ليس أصحاب شهادات، ولكن تخريج رواد أعمال أصحاب مشاريع. لا نريد أن يكون الشخص يحمل مشروع تخرج ولكن نريد على ورق، ولكن نريد هذا المشروع أن يكون مطبق على أرض الواقع. تنمية مستدامة والاهتمام بالبحث والتطوير والربط بالتنمية الشاملة، إنتاج المعرفة وهي أسمى ما نطمح إليه، باستثمار وإنتاج المعرفة من أجل النهوض في مجتمعاتنا. كيف نسعى ونأخذ بيدنا ويد أفراد مجتمعنا وجميع المواطنين للإنتاج المعرفة ونهضة المجتمع ورفع اقتصاديات هذا المجتمع. الآن ننتقل إلى الشيء المهم في عملية ريادة الأعمال، ونحن بحاجة له أي شخص ريادي إلى حاضنات الأعمال. حاضنات الأعمال ودورها المهم ودور حاضنات الأعمال في المشاريع الريادية. من أهم الأدوار التي يمكن أن تقوم بها هذه الحاضنات أو حاضنات الأعمال والتي وجدت في المؤسسات من أجل خدمة الأعمال الريادية، أولاً تكون مقدمة من قبل الدول التي تسعى لكي يحقق الشباب كل ما يسعون إليه ويبغون في الوصول إليه في حياتهم كلها، تحقيق الهدف أو الشيء التي يسعى إلى تحقيقه الشباب. كذلك تشرف وزارات خاصة على تلك المشاريع. أما بالنسبة للأعمال الربحية للشباب، فهم من يبغون في الوصول إلى ربح لجميع أطراف المجتمع من حولهم. إذن فهذه المؤسسات توفر كل ما يحتاج الشباب الصغيرين لتحقيق مبتغاهم. طبعاً أكيد هم صغيرين لا أقلل من قيمته، بل صغيرين في المشاريع، أقصد في بدايات مشاريعهم، لتحقيق مبتغاهم في الوصول إلى الاستقرار المادي وتحقيق ما يسعون إليه، ويصبحوا أصحاب مشاريع مستقلة ومشاريع ريادية قادرة على منافسة السوق المحلي وربما منافسة السوق الإقليمي والدولي. نستعرض الآن مثال على ذلك، أنه شخص تخرج من خلال 3 سنوات، وكما نعلم أن للأسف في مجتمعاتنا العربية ينتشر بشكل كبير البطالة، الفقر، عدم توفر فرص عمل، الفجوة بين المشاريع التي تدرس في التخصصات التي تدرس في الجامعات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل. فكما نرى هناك العديد من التخصصات انقرضت وظائفها في المجتمع، العديد من الوظائف استحدثت وليس لها تخصصات في الجامعة. فنستعرض الآن مثال لشاب تخرج من الجامعة وليس لديه فرصة عمل، هل يبقى في منزله وبالعامية يندب حظه أو يعني يلوم يعني أنا لا يتوفر لدي فرصة عمل، أنا لا غير متاح، أنا من هذه الأحوال، ولا كيف ينطلق في مشروعه الخاص؟
لديه 3 أو 5 أفكار، لديه فكرة، فبالتالي بدأ بالإيمان بهذه الفكرة، لجأ إلى حاضرة أعمال وقام بعرض هذه الفكرة والخطة التي ينوي تطبيقها. هنا دور حاضنات الأعمال تستقبل صاحب الفكرة كما قلنا على اختلاف التخصصات والأعمار والاهتمامات على أي اختلاف، تقوم هذه حاضنة الأعمال باحتضان صاحب الفكرة وإعداده وتدريبه على المشاريع الريادية، وذلك من استعراض خبرات سابقة من الأفراد، من الاستفادة من مهارات تدريبية من الأشخاص الموجودين في حاضنات الأعمال. ثم تقوم الدولة في المسؤولة عن هذه حاضنات الأعمال بتقديم تمويل للفرد، مالي، مادي، معنوي، تدريبي، معرفي، جميع المهارات اللازمة لينطلق، ليس فقط يحققه ولكن ليضمن له الاستمرارية، تدريب، دعم، متابعة واستمرارية، وهكذا يكون هذا الشخص الذي كان عالة على المجتمع أو لا يتوفر لديه فرصة من المجتمع، بدل أن يكون جزء من مشاكل المجتمع، الآن هو صاحب مشروع ولديه تطبيق لهذا المشروع ويخدم أبناء مجتمعه بتوفير فرص عمل لهم أيضا. فهذا نحن نسعى له دوما، وكما يقال أن الأول العلم الصمت، وثانيها حسن الاستماع، وثالثها العمل به، وأختمها هي نشر المعرفة. فنحن دائما نسعى لنشر المعرفة، لنشر الأفكار الإيجابية، أن كل شخص في المجتمع، كل شخص موجود معنا الآن في هذه الدورة بإمكانه الإيمان بفكرته تصبح مشروعاً رياديًا، محلياً، وعالمياً. ترجع أهمية هذه الحاضنات، حاضنات الأعمال الخاصة بالأعمال، أولاً تعتبر من أهم آليات الدولة للشباب حالياً، وهدفها متبادل بين الدولة والشخص القائم على المشروع، وكذلك أهمية التي تعود على أفراد المجتمع كافة. أيضاً أهميتها في زرع روح الأمل والتفاؤل التي شبابنا الآن بحاجة لها بشكل كبير، في رغبتهم في الوصول إلى نتيجة كبيرة وفعالة، في أن يكون له دور كبير في المجتمع وأن يكون عنصر فعال في بلدهم. كما أكد الشباب كذلك بكل ما يحتاجون من أدوات ووسائل دعاية لنشر مشروعهم على أوسع نطاق، وكذلك تمدهم بمن يساعدهم على النمو أكثر فأكثر بحياتهم ومشروعهم وتطوير أفكارهم. هناك أهمية أخرى هي أن تكون هناك حلقة وصل ما بين المشاريع الجديدة الجمة والكثيرة التي أقيمت من خلال جهود الشباب وتفكيرهم الخلاق المبدع، وكذلك بين المشاريع التي بالفعل هي قائمة في المجتمع وأقوم بعملية الربط والموائمة والاستفادة ما بين هذه المشاريع. كذلك يوسع نشاط المجتمع ويساعد كذلك على إضافة الكثير إلى المشاريع الجديدة والمشاريع التي هي بالفعل قائمة في المجتمع، تكون إضافة كبيرة جدا للمجتمع، حيث أنها تساعد الدولة على منافسة الاقتصاد العالمي بزيادة الدخل وزيادة الإنتاجية بشكل كبير للأشخاص الرياديين. فدائما ازدهار الاقتصاد يكون بحاجة إلى المشاريع الريادية ومشاريع الاقتصادية الشابة التي تكون فيها أفكار إبداعية تعمل على تطوير هذا المجتمع. وتقوم أيضا حاضنات الأعمال بمساعدة الشباب في كافة إجراءات المشروع الأولية، من ضمنها والتي تعتبر أول خطوة وأهمها على الإطلاق، أولا أنا قلت أكون صاحب فكرة، صاحب مشروع، أقدم هذه الفكرة أو المشروع أو الخطة حاضنة الأعمال. تقوم حاضنة الأعمال بدراسة المشروع دراسة كاملة وتوضيح المكاسب والخسائر الممكنة لهذا المشروع، وهي تكون أول خطوة ممكنة في ذلك المجال على الإطلاق. حتى كيف تقنع حاضنة الأعمال في الفكرة، كيف تقنعهم بهذا المشروع، كيف تقنعهم بالشيء الإبداعي أو الابتكاري أو الشيء الريادي الجديد لهذا المشروع. ويقوم حاضنة الأعمال مشكورة بتقديم استفادة
استشارات مالية، تسويقية، تدريبية، وتتطلب طبعاً الكثير الكثير من المال والذهاب والخطوات العملية لتطبيقها على أرض الواقع. تحتاج إلى المعرفة، إلى التدريب، إلى المهارات، الخبرات، التعليم المستمر. فنحن نقولنا ليس فقط لتطبيق المشروع، ولكن لضمان الاستمرارية والنجاح والميزة التنافسية لهذا المشروع، وذلك بالانتباه والتركيز على أدق الطرق والتفاصيل لهذا المشروع. يعني نبدأ من الخطوة الأولى، من الفكرة حتى الاستمرارية والتميز والميزة التنافسية وأقل الخسائر بإذن الله تعالى. الآن في فرق ما بين مسرعات الأعمال وما بين حاضنات الأعمال كمفهوم، مسرعات الأعمال وما بين حاضنات الأعمال. بالنسبة لمسرعات الأعمال وحاضنات الأعمال والفرق الكبير ما بينهم، أولاً تقليل التكاليف والخسائر وزيادة الأرباح واستثمار التكنولوجيا لتحقيق أهداف المشروع وتقليل الوقت والجهد والمال. أيضاً يقدم لك كل الخدمات ما دمت قائماً على مشروعك فعليك بحاضنات الأعمال، وتبقى معك حتى بعد تحقيق نجاح ساحق في مجالك. هذا بالنسبة لريادة الأعمال أو مؤسسات حاضنات الأعمال. إذا كنت ترغب في إقامة مشروعك الخاص بكل ما تريده من تسويق وإعلان وتدريب ودعم مادي وتعليمي طوال فترة إنشائك للمشروع، هذا تساعدك في حاضنة الأعمال. فكما يقال الشقي من يتعظ بنفسه، والهني من يستمع ويكسب النصيحة. فالنصيحة كما يقولون سابقا النصيحة بجمل. وهنا كيف تذهب إلى حاضنات الأعمال؟ للاستفادة من الاستشارات، للاستفادة من الخبرات، لاكتساب المهارات والخبرات والأساسيات في الريادة لتضمن تجاوز المشروع ونجاحه بأقل الخسائر. نحن قلنا نخاطر، ولكن حتى روح المخاطرة بعقلانية. كيف أستفيد حتى لا أكرر أخطاء الآخرين؟ كيف أستفيد لأسعى للتحسين والتطوير؟ استعرض زميلي قبل قليل حاضنات الأعمال. الآن نقارن بين حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال. مسرعات الأعمال تقدم نفس الخدمات التي تقدمها حاضنات الأعمال. إذن لماذا نلجأ لحاضنات للمسرعات؟ الاختلاف الجوهري بين المسرعة والحاضنة أن المسرعة لا تقبل بأي مشروع. الحاضنة تستقبل أي مشروع، أي صاحب فكرة، أي فرد في المجتمع تستقبله من غير أي اعتراض. بالعكس تقدم خدماتها بالمجان على طبق من ذهب لكل من يرغب بالاستزادة والعلم والاستفادة، فهي تعزز التعليم المستمر. أما مسرعة الأعمال فهي تنتقي المشاريع ذات الأفكار الريادية والابتكارية الغير موجودة في المجتمع، المشاريع ذات الأهمية الكبيرة في مجتمعنا، المشاريع التي تعد حاجة ماسة لمجتمعاتنا، فتقوم باحتضانها وتسريع الفكرة على أرض الواقع. أما عن الدعم المالي فهو أكثر بكثير في مسرعات الأعمال. قد تختار الحاضنات أي مشروع أي كان، ولكن بالنسبة لمسرعات الأعمال مثل ما تفضلت زميلتي فهي تحتاج فقط المشاريع ذات المستقبل المشرق وحسب ذات المكاسب الأعلى والأرباح التي تزيد من الدخل بأكثر من نسبة 90%. فعلى المقدم لمشروع خاص في مسرعات الأعمال أن يدرك جيداً أن دراسة لمشروع معين لابد وأن تكون الأولوية هنا فقط للمال والربح الكثير الطائل. فمن الصعب أن يتبنى مشروعك من قبل مسرعات الأعمال لما تمتلكه من حدة وشروط تعتبر شروط استحالة على شباب في مقتبل عمرهم أن يستوعبوها في بداياتهم لتلك الأمور. ولكن الأمر يحتاج العمل الكثير والضغط على نفسك حتى تصل إلى مسرعات الأعمال. إذا خطوة حاضنات الأعمال هي خطوة حتى توصل إلى الدعم المالي الكبير لمسرعات الأعمال، لأنها تقدم نتائج فعالة وكبيرة، ويمكنك أن تتجه أول لحاضنات الأعمال حتى ترى فكرتك النور وتكون فكرتك خلينا نحكي مطبقة على أرض الواقع ونسبة الخسائر فيها أقل، أو لا حتى تتعلم وتزيد من مجال خبرتك في مجال معين أو في مجال الفكرة الريادية المراد تطبيقها على أرض الواقع. وحاضنات الأعمال هي الأفضل والحل الأمثل للشباب، سواء كان الشباب الجامعي أو الشباب
بشكل عام في مقتبل حياتك التعليمية، وكذلك لابد وأن تعمل كثيرا على نفسك حتى تضيف لك خبرات كثيرة في مجالك الذي ترغب أن تصل فيه لمبتغاك، وأن تكون شخص ذو استقلالية وشخص ذو مشروع ريادي. أشكرك يا دكتور على هذه الإضافة، ففعلا نحن كأصحاب أفكار نلجأ أولا لحاضنات الأعمال فتقدم لنا الاستشارات والخبرات والمهارات والمعارف اللازمة، ثم إذا وجدوا هذه الفكرة فكرة جهنمية، فكرة غريبة، فكرة ابتكارية، تقوم بربطك مباشرة بمسرعات الأعمال حتى تقوم بتعجيل وتسريع هذا المشروع لتطبقه بسرعة على أرض الواقع، وتقدم كما قلنا جميع المعارف والخبرات اللازمة والتدريب والاستشارات والدعم المالي لضمان استمرارية هذا المشروع. هنا نكون قد أنهينا بفضل الله تعالى جميع المحاور التي أملنا أن نوصلها لكم. نفتح الآن باب للأسئلة والنقاشات، بإمكانكم استخدام خاصية رفع اليد والتعريف عن النفس لأي استفسار مرحب به. الله يعطيكم ألف عافية يا رو. الله يعافيك. اللي بيحب يسأل الدكاترة يتفضل. أسئلة، استفسارات، لبس، أي شيء، نحن بالخدمة. الأستاذة زينب فلتتفضلي. أستاذة زينب، أستاذة صفاء، يبدو لا يوجد أسئلة. لا، سوسن، تمام، تفضلي يا سوسن. عم بفتح المايك، يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحب أشكرك يا دكتورة جدا على هذه المحاضرة القيمة. أتمنى أنه تكون في، يعني ما عندي أي إضافات عن اللي تكلمتي في حضرتك، بس بتمنى أنه يكون في ورش عن إدارة الوقت وتنظيم الوقت يعني لدى الطلبة، لدى الأساتذة الجامعيين. الشكر صافيه ووافره لحضورك الكريم ومشاركتك القيمة. إن شاء الله بإمكانكم التواصل مع الأكاديمية العربية الدولية، ونحن على السعة والرحب بأي شيء جديد. فكما تعلمون أن الأكاديمية العربية الدولية هي منبر للعلم والعطاء وتقديم العلم للجميع، فإن شاء الله سيتم التنسيق مع الأستاذة صفاء. شكرا جزيلا دكتورة. في الصبية اللي رفعت إيدها أستاذة زينب كتبت سؤال على الشات، كيف أبدأ بتحقيق مشروعي؟ أولاً تؤمن بالفكرة. قلنا إذا الشخص آمن بنفسه بإمكانه أولاً أن ينتج أفكار، يطلق العنان للإبداع والابتكار، ولا يقول هذه فكرة مستحيلة، هذه فكرة جنونية، هذه الفكرة. لا، يجب أن نؤمن بأفكارنا ونسعى لتطبيقها ونعد خطة واضحة للمشروع. ما هي الخطة؟ خطة استراتيجية، أين أنا وأين أطمح أن أكون؟ أنا هنا الآن بعد 10 سنوات أين أريد أن أكون؟ هذه الفكرة التي برأسي مجرد فكرة، وعندما أستيقظ صباحاً تكون ذهبت مهب الريح، أم تكون هذه الفكرة أوثقها وأحولها من معرفة ضمنية إلى معرفة صريحة مكتوبة وأمتلك حق الفكرية لها؟ أولاً أؤمن بهذه الفكرة وأبدأ بإعداد خطة، ما الذي أمل بتحقيقه، ما الرؤية، ما الرسالة التي أمل بتحقيقها، ثم أقوم بالاستفادة من الخبرات، الاستشارات. إذا كان قريب عليك أي حاضنات أعمال، أي يعني العلم الآن متاح لدى الجميع في الثورة المعرفية، العلم ليس حكر على أحد. مجرد أن تكتب كلمة واحدة على الإنترنت ينهال عليك بحر
من المعرفة. فالمعرفة متاحة، آمنا بفكرتنا، نبدأ بكتابة الخطة والسعي لتطبيق هذا المشروع، نبحث عن التمويل والتسويق وما الشيء المميز في هذا المشروع. إذا كان مشروعاً عادياً سيبقى عادياً، أما عندما نؤمن بفكرة جديدة، فكرة ابتكارية، فكرة إبداعية، كوني على يقين أن هذا المشروع سيصل إلى الريادية بإذن الله تعالى. دكتورة هبة مشكورة، في عندي تعقيب على إضافتك الرائعة أكيد للزميلة زينب اللي قامت بالاستفسار. أحد الزميلات كانت كاتبة أيضا على الدردشة، ما أنا دكتور أو أنا دكتورة هبة أو دكتور أنس عندي صعوبة في مهارات الإقناع. زي ما تفضلتي أنه الشخص يكون عنده مهارة الإقناع ضرورية للتسويق للمشروع الريادي. جميعنا في بدايات الأعمال، في بدايات نحكي المرحلة الجامعية، التدريس، إلقاء أي محاضرة، يكون أنا بشوف في عندي ضعف معين في مهارات معينة، ليس من المعيب أن أقوم بتطويرها، سواء كان ألتجأ للبرامج التدريبية، التدريب مع النفس، تدريب المرآة، أخذ ورشات تدريبية عبر الإنترنت، الورشات الوجهية، في هناك عديد من الدورات والورشات التدريبية حتى المجانية التي تقوم بتطوير مهارات الشخص. حد بده يقول دكتور أنس إنه في شخص عنده مهارة إقناع وحد ما عنده، الجميع فيه بيكون عنده بيسك أساسي لمهارات الإقناع، ولكن بإمكاني أنا أطور مهارات الإقناع وأقنع فيها الشخص إقبالي، لأن العمل الريادي بحاجة لك أن تمتلك مهارات الاتصال ومهارات الإقناع اللي هي شيء أساسي حتى أنا أقنع الشخص إقبالي بالفكرة الريادية والفكرة الابتكارية اللي أنا بسعى إلى تحقيقها. نشكرك دكتور أنس على هذه الإضافة، وننتقل الآن إلى المداخلة الجديدة مع الأستاذة خلود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورة خلود عبد الأمير من جامعة التقنية الوسطى. الله يخليك. نشكر محاضرتكم الرائعة. احنا انا شفت كنا دائما نقول ريادة الأعمال، اليوم انا حضرت المحاضرة الريادة التربوية. احنا الدور الأستاذ في دعم الطالب لكي ينشط مشاريعه الخاصة في سوق العمل. هنا شنو دور مؤسستكم بإعطاء المناهج التربوية أو المؤتمرات من أجل دعم ثقة وتعزيز ثقة التربوي بهكذا مشاريع أو الدعم اللوجستي أو المعنوي اللي يمكن أن يقدمها المنظمات أو الجامعات للطلبة بدلاً من انتظار النظام الوظيفي الممل اللي يبقى سنوات وما يتعين؟ شكراً لكم. شكراً جزيلاً على هذه الإضافة. يجب كخطوة أولى أن ننمي مهارات التفكير. أن ننمي مهارات التفكير الإبداعي الابتكاري كما تفضل الأستاذ خارج الصندوق. نحن لا نريد أصلاً وجود صندوق، نحن نريد أن نطلق العنان لهذه الأفكار بإبداع، بابتكار، بشيء جديد، شيء غير موجود، قيمة تنافسية وميزة وشيء إبداعي وابتكاري. يجب على كل معلم، كل صاحب رسول وصاحب مهنة وهي أشرف المهن، سواء كان في مدرسة أو في جامعة أو أي مؤسسة، يجب أن يشجع على التفكير، يجب أن يكون قدوة بتشجيع الطلبة على البحث العلمي وتنمية والاستزادة والحوار والنقاش والتفكير الناقدي والبناء. يجب البحث عن المعلومة من مصادرها الأساسية والتوسع بهذه الفكرة كي يستطيع تطبيقها كمشروع. كيف يؤمن لتحويل هذه الفكرة عبر التخطيط السليم، التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، التخطيط المستقبلي لتطبق على الأرض الواقع. ونركز على الاستفادة من خبرات الأفراد الذين سبقونا في هذا المجال. لا يمكن أن أقول أن أكون أريد أن أفتح بقالة عادية. إذا أردت أن أفتح بقالة عادية هذه ليست مشروع ريادي. إذا كانت هذه البقالة تقدم خدمات إلكترونية، تركز على خدمة العميل، تركز على ما بعد البيع، هكذا يكون يعني تسويق إعلان ريادة. هذا الشيء الذي نطمح لأن يكون في مؤسساتنا الريادية.
فنحن نحفز ونشجع الطلبة على التفكير والبحث العلمي والإبداع من خلال البحث العلمي والحوارات والنقاشات البناءة والفعالة. أي مداخلات أخرى؟ تمام دكتورة، في سؤال كتب على الشات كمان، نعم. كيف يتم صياغة ريادة الأعمال كبرنامج في جامعاتنا العربية؟ نحن قلنا يجب أن يكون هناك خطوة أساسية من خلال تحفيز التفكير الإبداعي، التفكير الإيجابي، التفكير البناء. يجب أن استخدام وتفعيل استراتيجيات حديثة، استراتيجيات مطورة، استثمار التكنولوجيا الحديثة. فنحن نعيش في العصر الرقمي، الثورة الرقمية، الانفجار الرقمي. يجب استثمار التكنولوجيا لتسهيل عملية إعداد الخطط، المراجعة الإحصائية، التقييم، التسويق، الدعاية، الإعلام، رضا العميل. يجب استثمار التكنولوجيا للدعم. يجب أن تكون هذه المؤسسات مؤسسات ذكية بتشجيعها للإبداع والابتكار، مؤسسات ذكية بتفعيل التكنولوجيا وتوفير بنية تحتية لتشجيع الطلبة، التحفيز الطلبة على إعداد مشاريع من المراحل الأولى، البحث العلمي من المراحل الأولى، التفكير من المراحل الأولى، حتى تكون لدينا ثقافة البحث العلمي والريادة والتفكير الإبداعي والابتكاري، ثقافة لدى الطلبة منذ المراحل الأولى حتى المراحل المتقدمة. من لم يحصل على هذه الأشياء، فاته القطار أو فقد الفرصة، بالطبع لا، يجب أن يسعى من خلال التدريب والاستمرار بالتعليم والقراءة والبحث العلمي ليتمكن من اكتساب هذه المهارة. في استفسار لو سمحتي دكتورة عبر الشات، إنه هل من الممكن طرح مشاريع ريادية في المرحلة المدرسية؟ إذا تسمحي لي دكتورة هبة أحكي عن تجارب واقعية عشتها أنا مع طلابي الأعزاء في المرحلة المدرسية. من الممكن تطبيق أفكار ريادية لطلبة المدارس، أنا بحكي بالذات لطلبة الجامعات. ممكن صناعة الصابون، الصابون المعطر خلينا نحكي، وذو الرائحة الجميلة بأشكال جميلة. في هناك طالبة ما شاء الله، هي لأن أتوقع السنة الثالثة في مشروع الريادي، قامت بالتدرب على صناعة الصابون طبعا في أحد مراكز تدريب المهني، وهي طالبة مدرسية، والدتها طبعا أكيد شجعتها مشكورة، وتوجهت لحاضنة أعمال. قامت حاضنة الأعمال، إحنا هون عندنا في الأردن حاضنة أعمال هي في زين، في شركة زين، أي شخص ريادي عنده فكرة ريادية بيقدر يتوجه لحاضنة الأعمال. قامت بتبني هذه الفكرة أكيد بإعداد خطة معينة، إنشاء متجر إلكتروني إلها، توفير المواد الأساسية، دفع رسوم الدورة التدريبية لحتى تكون بروفيشنال خلينا بإعداد مادة الصابون. من ثم هذه الفتاة أصبح عندها خلينا نحكي متجر خاص فيها، متجر لولو على ما أظن، ما بخونيش هذه الفكرة عن اسم هذه الصبية، لصناعة الصابون، وقامت ببيعه ومشاركتها في بازارات متعددة وفي أماكن متعددة. وقامت حتى بغرس الثقافة الريادية، أيضا ثقافة خلينا نحكي تكون عنصر فعال بالمجتمع. قامت أيضا بعمل خيري مشكورة عليه، أيضا هي بإعداد حقائب لبداية المدرسة للطلبة الفقراء، مشكورة أيضا. فهناك غرست فيها الثقافة الريادية وأيضا ثقافة المجتمع. في عنا أيضا أحد الأفكار الريادية طالبة كيمياء في أحد الجامعات الأردنية، قامت باكتشاف اختراع بسيط للكوب أو المج، ما بنعرف إيش نسميه باختلاف اللهجة، الكوب في مادة معينة تقوم بوضع خلينا نحكي السائل سواء كان سخن أو بارد، فهناك تطلع صورة معينة يمكن لحد يستخف بهذه الصورة. ولكن هي قامت بإنشاء متجر أو صفحة بسيطة عبر الفيسبوك، وقامت ببيعها خلينا نحكي الأفكار خلينا نحكي والمنتجات تبعيتها عبر الجامعة الموجودة فيها، وأصبح لها متجر خاص فيها. أيضا مشروع آخر من الأفكار اللي أنا شفتها في الجامعات، عندنا هنا إحنا بالأردن مشهورين بالصناعة التقليدية، اللبن واللبنة والجميد. فأحد الطلاب الجامعيين شاب هو أخذ خلينا نحكي قام بتشغيل النساء في البيوت طبعا بإنتاج هاي المنتجات خلينا نحكي البيتية، وللجميع بيسعى للحصول عليها، وقام بتغليفها بطريقة خلينا نحكي تقليدية حرفية خلينا نحكي فيها تراث. وبسم الله ما شاء الله حاليا مشروعه بيدر ربح كبير كثير عليه، وله متجر خاص فيه. ففي أفكار ريادية عديدة متنوعة
ممكن تكون الشخص يقول فكرة تقليدية، ولكن عرضها بأسلوب إبداعي، أسلوب ريادي، هو اللي بيخليه شخص متميز ويختلف عن الآخرين. نشكرك على هذه الإضافة والمعلومات. ففعلاً المشاريع الريادية ليست حكراً على تخصص واحد، ولكن يمكنك التفكير في أي مجال، في أي تخصص لتطبق هذه الفكرة. ننتقل الآن إلى مداخلة من الأستاذ عبد الوهاب العمراني. أستاذ عبد الوهاب، تمام، ننتقل حتى عودة الأستاذ عبد الوهاب إلى الأستاذ عباس. أستاذ عباس، سلام للجميع، يعطيكم ألف عافية على هذه المحاضرة الشيقة والقيمة جدا. سؤالي أنا بس توضيح الفرق بين فكرة انطلاق أو إنشاء مشروع والمبادرة، الفرق بيناتهم. وسؤالي الثاني، إذا كان هناك من فكرة أو وموجودة عند هذا الشخص الفكرة والرؤية والخطة والهدف، لوين بده يوصل هذا صاحب الفكرة؟ نعرف نحن فكرة إنشاء مشروع تتطلب دعم مالي، وإذا كان هناك من ممولين، هل باستطاعتهم أن يتبنوا هذه الفكرة، أو يعني تصبح هذه الفكرة لهم، وما دور شخص صاحب الفكرة بهذا المجال؟ بس ممكن توضيح؟ نعم، الآن كصاحب فكرة، كصاحب مشروع، كصاحب رغبة في أن تكون رائد أعمال، عليك الانطلاق إلى حاضنات الأعمال. كما قلنا، أولاً تجهيز يعني بلورة الفكرة وتجهيز الخطة حتى تقوم بعرضها على حاضنات أعمال. أنا في مؤسسة في بلدي لا يوجد حاضنات أعمال، ماذا أفعل؟ هل أغلق على الفكرة وانتهى؟ لا، يجب الانطلاق إلى أي مؤسسة في المجتمع المحلي بنفس التخصص. يعني كما تفضل الأستاذ الآن أن هذه الفكرة يعني مفيدة جدا لشركة الاتصال، أذهب إلى شركة الاتصال وأقوم بعرض هذه الفكرة على مؤسسة الاتصال. قد تكون هذه المؤسسة نفسها تقدم لك الخدمات التدريبية والمعرفية والاستشارات التدريبية لاحتضان هذا المشروع لتطبيقه على أرض الواقع، أو على فرض هذه مؤسسة اتصال أو أي مؤسسة أدوية، أنا لدي فكرة بأي طريقة للأدوية. أنا ألجأ يعني كل صاحب فكرة إذا لم يجد حاضنة أعمال في بلده، في جامعاته، في مؤسساته، ينطلق إلى المؤسسة الأقرب لهذه حسب التخصص. يعني مؤسسة أرصاد جوية، مؤسسة اتصال، مؤسسة تربوية، مؤسسة تعليمية، أي مؤسسة يعني ترى أن هذه المؤسسة تقدم الدعم وترحب بالفكرة. يعني في بعض الجامعات تعمل على تسويق الأفكار، أنا أعرض هذه الفكرة، يتم تسويق الفكرة وعرضها على المختصين لتسويقها، أو يعني أنا لدي فكرة أقوم ببيع هذه الفكرة، أو أنا أذهب إلى الشركة المتخصصة لاحتضان هذه الفكرة لتحويلها إلى مشروع. ولكن كما قلنا، يجب أن يكون لدينا روح المخاطرة، المبادئة للبدء بالمشروع. يمكن الشخص أن يبدأ بنفسه لوحده، ولكن كما قلنا يعني كلما كانت الاستفادة من الخبرات والاستشارات التدريبية والاستفادة من مؤسسة تقدم الدعم سواء معرفي أو مادي، يعني يضمن باستمرارية هذا المشروع لتقديم الدعم، مثلا تمويل كدين أو كرأس مال ويقوم إعادته لهذا الشخص، أو أن هذا الشخص مثلا من قرض أو دعم عائلي. المهم أن يحصل على الدعم مالي أو استشاري أو تدريبي لضمان الاستمرارية. نحن لا نريد فقط بدء بمشروع، نريد استمرارية. دكتور أنس، هل لديك أي إضافة على هذا الموضوع؟ مشكورة دكتورة هبة على التوضيح والإضافة اللي أضفتيها، أكيد
أنا فقط بقدر أنوه إنه أكيد صاحب الفكرة الإبداعية أو الفكرة الريادية هناك مؤسسات زي ما تفضلتي بتدعم هاي الفكرة وبتطورها وبتخلي الشخص خلينا نحكي ترشده للطريق السليم وبتقدم له التمويل والدعم. وأنا بعرف حاليا في تراخيص للمؤسسات خلينا نحكي الخاصة الموجودة جزء مخصص لازم يكون مخصص حتى يحصل على الرخصة تقديم جزء معين أو رقم معين لدعم المشاريع الريادية أو المشاريع الابتكارية. نعم، وبهذا حفظ ملكية للفرد. يعني أنا راح أعرض على هذه الفكرة على مؤسسة، تقوم المؤسسة بسرق هذه الفكرة، سرق الملكية الفكرية، وهذه من أشكال الفساد المنتشرة. نحن نريد أن تكون هذه حق ملكية فكرية لصاحب المشروع. دكتورة هبة، في استفسار أيضا عبر الدردشة، كون أنا من عشاق المرحلة الابتدائية وهناك شغف كبير وأيضا تزامنا مع اليوم العالمي للطفولة، المرحلة الأساسية هي المرحلة الأقرب إلى الجميع لنا كتربويين، كيف أقوم بغرس أو تطوير الفكرة الإبداعية أو التفكير الإبداعي والابتكاري عند طلاب المرحلة الأساسية؟ مشكورة زميلتي الدكتورة هبة، قبل فترة قمنا بالمشاركة في توظيف الذكاء الاصطناعي. أيضا توظيف الأفكار الإبداعية والابتكارية هو ليس حصري على مرحلة معينة، بالعكس طالب المرحلة الأساسية هو أفضل مرحلة للتفكير خارج الصندوق، لأنه هنا بمعنى آخر التفكير لسه بيور، الطفل بيقدر يطلق العنان بشكل أكبر للأفكار. فأنا بقوم بتطوير الأفكار الإبداعية والابتكارية أول شيء أسمع للطالب. كثير أنا مهم عندي كمعلم، أكيد أنا بعرف العبء الدراسي اللي بيواجه معلم المرحلة الأساسية، ولكن لازم أسمع للطالب، أسمع لأفكاره، عدم الاستخفاف بأي فكرة، حتى أنا كولي أمر ما أستخف بأفكار أولادي، لازم أطلق العنان لأفكارهم. في عندي وقت أنا يا دكتور حتى أنا أخذ هالقد أفكار وأنت زخم عندي، إذا أنا بدي أكون دائما تقليدي وأقول ما عندي وقت، ما مش فاضي، علي عبء، إمكانياتي ما بتسمح، متى سوف أجد أنا الشخص الريادي؟ فبالتالي المرحلة الأساسية، المرحلة الابتدائية، مرحلة كثير مهمة للتفكير الإبداعي والابتكاري وتنمية التفكير بشكل غير تقليدي. أصلاً دائماً إحنا بنوجد الأفكار الجميلة، الأفكار ذات الطابع اللطيف، ذات خلينا نحكي اللمس، البراءة اللي أنا بعتبرها بتوصل للقلب بأكثر من الأفكار التكلفية عند الأطفال المرحلة الابتدائية. فمن الممكن أن ألاقي، ممكن أنا أستشير بالنسبة لي، ممكن أحكي كفكرة تسويقية ألتجأ لأطفال المرحلة الأساسية في الحصول على فكرة إبداعية تسويقية رغم تكون بسيطة ولكن ممكن أن تصيب خلينا نحكي البيئة المستهدفة. نشكرك يا أستاذ على هذه الإضافة. ننتقل الآن إلى مداخلة من أو استفسار من الأستاذة هبة السعود. أستاذة هبة، دكتورة أيضا في استفسار من أحد الزملاء من بلادنا الشقيقة العراق التي أنا أكون لها كل الحب والاحترام، هذا البلد العريق، البلد ذو الحضارات الغنية، البلد اللي نحن كعرب نفتخر فيه بثقافته وحضارته، فهو البلد الذي خرج الأجيال والثقافات والعلم. بيحكي أنه دكتور الوضع في العراق شوي خلينا نحكي تعبان، هو الحال في جميع البلدان، فأنا بحكي أنه هل يوجد هناك بيئة ترعى مفهوم الريادة؟ أنا بتحدث أنه أنا بعرف في تحديات للفقر، تحديات اقتصادية جمع على جميع البلدان العربية، على خلينا نحكي المواطنين، الموظفين، المعلمين، الطلاب، الجامعي حتى على التحديات، ولكن أنا حكيت بدي يكون في عندي أمل. دائما احنا بحاجة إلى الأمل والإيمان بالإمكانيات البسيطة لإيجاد أفكار خلينا نحكي إبداعية وريادية ويكون لنا مشاريع استقلالية. نشكرك يا أستاذ على هذه الإضافة. نعود إلى الأستاذة هبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولاً نشكر الجهد المبذول، صراحة أنا استفدت جداً، ويمكن قد يكون تزامن مع فكرة أصلاً عندي كنت عايزة أطرحها هنا في مصر. فعندي تساؤل، لو أنا عندي فكرة ريادية وعايزة أطرحها وشايفة أن في بعض المشاكل عندنا، خاصة إنك لما بتحاول تطرح فكرة بره الصندوق بيقابلك يعني مشاكل زي إن إحنا ملتزمين بمنهج بحصص معينة في المدارس،
بمواد معينة؟ يعني أنا عندي فكرة بره المواد أصلاً، يعني أنا عايزة أنمي مثلاً التفكير عند الطالب. إحنا بنلقن والطلاب معظمهم يعني حفظة فقط، فأنا عايزة أنمي التفكير، عايزة مادة بره المواد المطبقة في مصر. فلو أنا عايزة أطرح فكرتي، أولاً إزاي أسوق ليها؟ إزاي أقنع أصلاً عندنا حاجة زي كده، إن يكون في فكرة بره الصندوق، وازاي اطرحها؟ المنهجيه اللي اقوم بيها، يعني هل يبقى في حاجه نظري فقط او يكون في حاجه تطبيقي؟ انا عملت ابحاث على الموضوع ده طبعا، بس مش عارفه ازاي اطرحها، مش عارفه ازاي اسوقها، فحابه استفيد من خبره حضرتك. أغلب الإدارات ما زالت متحجرة، تقاوم التغيير، ترفض أي شكل من أشكال التغيير. نعم. فهذا الشيء، إن الأشخاص دائماً أول ما يروا شخص صاحب فكرة أو صاحب إبداع، صاحب مشروع، عادة ما يواجه هذا الشخص بالإحباط والأفكار السلبية، لن تستطيع، هذا شخص روتيني، نحن يعني الأغلب يقول إحنا جايين ناخذ الراتب مش جايين نتعب، لا تفتحي علينا أبواب، خلينا زي ما إحنا. هذه كلها طاقات وأفكار سلبية تواجه أي شخص يبدأ بالتغيير. ابدأ بنفسك. إذا أنت بدأت بالاستزادة بمناهج واستراتيجيات حديثة، استثمرت التكنولوجيا بكل ما فيها، بدأت تشجعين الطلبة في داخل الغرفة الصفية على التفكير، على المناقشة، على الحوار، على الاستماع لأفكارهم. يقال من أول وأهم خاصية وسمة للصفوف البيئية التفاعلية أن يكون فيها طرح أسئلة، والأسئلة أهم من الإجابات. يعني أنت عندما تسألي، يعني يطرح لديك أفكار جديدة، كل طالب يطرح سؤال لديك فكرة جديدة. فتخيلي لو 50 طالب، 40 طالب، أفكار متعددة، فأفكار جديدة، أفكار تنوعية، حتى المعلم نفسه يستزيد منها. إذا قمت بتطبيق هذه الأفكار، مشاركة الطلبة لتطبيق هذه الأفكار، ليس مجرد التفكير والحوار والنقاش، لا، أيضا تفكير الصف المعكوس، يعني استراتيجيات التدريس الحديثة استثمريها، إتاحة الفرصة للأطفال أو الطلبة للتفكير، للإبداع، للابتكار، وتحفيزهم على ذلك. أنا متأكدة أنك ستكوني قائدة للتغيير، أن تكوني صاحبة بسمة، في بصمة إيجابية في الجيل القادم. ستكوني أنت الخطوة الأولى التي منها ينطلق، وتكوني قدوة وأنموذج للمعلمين الآخرين. وأشكر لك، يعني من بداية الصباح عندما قمت باللينكد إن، مشكورة بالتحفيز والدعم وحضورك الآن. فهذا هو جزء من التغيير الإيجابي، أن تسعى للتعليم المستمر، تعليم سقفه السماء، لا نتوقف أبدا، رغم أننا تخرجنا من الجامعات والتحقنا بالمهن، لا، رغم ذلك نحن لا نتوقف، دائما نبحث عن المزيد. مشكورة على حضورك وعلى إضافتك، وأتمنى أن أكون أجبت على استفسارك. شكرا جدا لحضرتك. أهلا وسهلا. أي استفسارات أخرى؟ إضافات؟ تمام. نختم بنصيحة مني ومن زميلي الدكتور أنس، أبدأها بإدعم نفسك لتكون صاحبة مشروع لا صاحبة فكرة. لا تكن عاديا، حاول، لا تيأس، جرب، آمن بنفسك، كن رائد أعمال متميز. ادعم وطنك، أوجد فرصة استثمارية جديدة، شارك نجاحك وادعم الابتكارات والخدمات المتميزة والاهتمام بالعالمية. نشكر لكم حسن إصغائكم ومشاركتكم وحضوركم لهذه الورشة التدريبية، لكم منا جزيل الشكر والامتنان. أعزائي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلاً وسهلاً بكم جميعاً. باسمكم جميعاً وباسم الأكاديمية العربية الدولية، نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى المدربين الدكتور أنس عدنان عضيبات والدكتورة هبة توفيق أبو عيادة على هذه المحاضرة الرائعة. نتمنى لهم المزيد من التقدم والنجاح الدائم. الله يعطيكم ألف عافية، كانت محاضرة رائعة. نتمنى لكم التوفيق والنجاح الدائم. الله يعافيك، وشكرا جزيلا لك وللأكاديمية العربية على الاستضافة والتركيز على كل ما هو جديد. شكرا جزيلا. عفوا دكتورة، أهلا وسهلا فيكم. يعطيك ألف عافية، كل الشكر لكم لجميع الحضور. الله يعافيك دكتور، شرفنا معرفتك. شرفنا معرفتك دكتورة. يا هلا.
تسلمي، شكرا جزيلا، يعطيكم ألف عافية جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.